أهلا من جديد. الخواص الشخصية لمصابي التوحد تختلف من مريض لآخر، فهناك من يبدع في المهارات الفنية والتشكيلية لكنه يكون منزويا كليا اجتماعيا، وهنالك من هو أقل انطوان لكن دون إظهار أي مواهب أو مهارات. لماذا هذه الاختلافات وما هي الصفة العامة لمرضى التوحد؟ وللإجابة ينضم إلينا من الرياض الدكتور حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك ومختص في التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. صباح الخير دكتور حسين. بداية خلينا نسألك، لماذا توجد فروقات في المهارات والشخصية ما بين مرضى التوحد وكيف تكون؟ صباح النور. حقيقة هناك اختلافات كبيرة، احنا نسميه طيف التوحد، بمعنى أن هناك يعني اختلاف كبير من سواء في وجود أعراض التوحد وسواء في شدتها، وكذلك في القدرات والمواهب بينهم. فهناك طيف كامل من حالات لديهم قدرات عالية ويتكلمون يذهبون مدارس ويتعلمون أحيانا كثيرة يكونوا مبدعين، إلى حالات متوسطة إلى حالات شديدة يكون لديهم قدرات يعني قليلة أو محدودة. فلهذا من المهم حقيقة يعني إبعاد الصورة النمطية التي تضعهم كلهم في شكل واحد أو في صورة واحدة. لذلك من المهم أن نعمل تقييم لكل طفل على حدة ونتأكد ما هي يعني قدراته وما هي الصعوبات التي لديه، وبالتالي وضع خطة فردية لمساعدته وعلاجه. نعم طيب، بعضهم حقيقة يذهب إلى المدارس و إلى الجامعات، يعني أحدهم مشهورة عالميا، هي أستاذة في علم الحيوان وتدرس ويعني صنع أو نشرت قصتها في يعني أفلام وكتب، وهناك غيرها طبعا، هناك كثير من الناجحين وهناك من لديه قدرات أقل. نعم طيب دكتور حسين، يقال أنه تحديدا الأسبارجر، نوعية الأسبارجر هذول يكون عندهم صعوبات اجتماعية وما إلى ذلك، لكنهم أذكياء جدا ويقدروا ينجحوا في حياتهم وإن كان البعض ممكن يصفهم بالغرابة. إذا تحكي لنا شوي عن هذا الأمر. نعم، هم حقيقة أذكياء كما ذكرت، أذكياء أحيانا قد يكون مبدعين حتى في مثلا بعض علوم الكمبيوتر الفضاء أو غيرها من العلوم، هم مبدعين عمليا ناجحين أذكياء جدا يبدعون في المدرسة. تبقى مشكلتهم من الناحية الاجتماعية عدم تكوين صداقات أو علاقات اجتماعية، يعني تجده معزول مثلا في المنزل. كذلك أحيانا لديهم يعني يتكلم لكنه قد يفهم الكلام كما هو، لا يفهم ما هو خلف الكلام أو مثلا يعني المعاني التي تقصد من خلف العبارة. فهنا يبقى لديه بعض الإشكالات من الناحية الاجتماعية. الآن حقيقة نحن نعلم يعني إذا كنا نتكلم عن التوحد لا نتكلم عن درجة الذكاء، نتكلم عن بعض الصعوبات في تكوين علاقات اجتماعية وصداقات، وكذلك في النواحي اللغة، يعني سواء يتأخرون في اكتساب اللغة أو بعضهم لا يتكلم لكنه يعني تبقى يعني فهمه للغة وما يراد مثلا من السؤال المعنى الحرفي للكلمات، فيواجه أحيانا إشكالات خاصة في مرحلة المراهقة ومرحلة الإنسان البالغ عندما استوقع منه مثلا أن يفهم ما يراد من الكلام مثلا. وكذلك من النواحي الاجتماعية، يعني قد لا يفهم المغزى مثلا حركات أو مثلا لغة الإشارة لغة الجسد، لا يفهم مثلا الشخص الذي أمامه هل هو غاضب أو متضايق أيوه. أو سعيد، يفهم معنى الكلمة. فيبقى لديهم بعض الإشكالات من هذه الناحية، ولذلك حقيقة بعضهم ينتهي به الأمر بشكل يعني يكون لديه صعوبة كبيرة قد تدخله في يعني مرحلة نفسية. بعضهم حتى قصص نشرت عالميا يعني حاول الانتحار لأنه يشعر بالعزلة الشديدة ولا يفهم، يعني لا يفهم لماذا الناس يتجنبونه ولماذا الناس لا يشركونه معهم في النشاطات المختلفة. يعني هي المشكلة أكثر صراحة في المجتمعات المنفتحة عندما يعني يضطر الإنسان يكون علاقات بنفسه ولا يعتمد كثير على مثلا يعني الأهل في تكوين علاقات أو ضمه معهم أو يعني حتى العلاقات يعني العاطفية وغيرها. فهنا سمعنا عن حالات يعني انتهى بها الأمر مثلا بالانتحار أو يعني حوادث مؤسفة بسبب هذا الشعور. فحقيقة يعني هم يعني يستطيعون النجاح إذا استطاع من حولهم تفهم الصعوبات التي لديهم. نعم أيوة. نعم طيب دكتور، خلينا نتكلم بشكل عام، إيش هي الصفات لمرضى التوحد؟ يعني إيش هي العلامات اللي لازم كل أم وأب ينتبهوا لها؟
ربما من العلامات الابتدائية أو المبكرة التي يلاحظها الأهل هو تأخر الكلام، يعني الطفل يبلغ العام مثلا ولم ينطق أي كلمة، يبلغ أحيانا العامين الثلاثة لم ينطق كلمات ولم يستخدمها، أحيانا يردد الكلمات التي يسمعها ترديد بدون فهم المعنى وبدون استخدامها، يعني حتى لو كانت الكلمة ما هي واضحة لكن نعتبرها كلمة ما دام تدل على معنى يريده الطفل مثلا الأكل أو غيره. كذلك يعني لا يعوض عن هذا النقص بشيء آخر بلغة الإشارة، لغة الجسد وغيرها. يعني مثلا الأطفال لديهم ضعف في السمع أو لا يتكلمون، الصم الأبكم قد لا يتكلم لكنه يعوض بالإشارة، يحاول أن يشير لماذا يريد ويعبر يعني لغة الجسد وغيرها، وهنا لا بأس. لكن هذا شيء. الشيء الآخر لا يلعبون مع الآخرين، لا يتفاعلون مع الآخرين، يعني يفضلون اللعب المنفرد والعزلة الاجتماعية. لا يأتون إليك كباك الأطفال، يعني الطفل الطبيعي قد يأتي إليك ليريك مثلا شيء أعجبه، ليحاول يلعب معك، يحاول أن يعني تضمه أو تجلس معه، لا يرغب بأن يبقى منفردا. بينما هذا الطفل بالعكس هو يعني لا يرغب بالتواصل معك، هو يعيش عالمه الخاص ومستمتع ويلعب أكثر الوقت بنفسه. أيضا وجود حركات يعني نمطية مثلا رفرفة باليدين أو الدوران بشكل متكرر، يعني ليست جزء من اللعب. هي الحركات النمطية حركات متكررة وليس لها هدف معين، ليست لعبا مثلا. بعضهم من البداية تأخر، يعني يلاحظون أهل أنه مثلا حتى من عمر صغير عندما تنظر إليه لا يدرك النظرات، لا يتابعك، لا يبتسم عندما تبتسم له، لا يضحك لك. قديش يعني البداية هو متأخر؟ قديش العمر يكون يعني حتى من أشهر؟ أوكي. شهرين ثلاثة أربعة، يعني الأم خاصة اللي من لديها خبرة كافية تلاحظ أن الطفل يعني لا يتفاعل معها، لا يلعب معها، قد لا يبادلها مثلا الابتسامة والضحك وغيره كباقي الأطفال الطبيعيين. بعض الأطفال لا، ينمو بشكل طبيعي إلى عمر سنة، سنة ونص، ويمكن بعدها وبعد ذلك يتراجع، يعني يفقد مهارات كانت لديه، يفقد الكلمات، يصبح لا يتكلم، يصبح أكثر انزالية. فهناك يعني هنا يجب الأهل صراحة أن لا يصبروا، أن يذهبوا لطلب يعني الاستشارة الطبية. نعم. لماذا؟ لأن نعلم أنه أول ست سنوات مهمة جدا لاكتساب اللغة واكتساب المهارات المختلفة. صحيح. عندما نتأخر إلى بعد ست سنوات ومثلا يبدأ الطفل في سن دخول المدرسة مثلا سنة أولى ويلاحظ أن أهل لا يتكلم بشكل طبيعي ولا يتفاعل مع الأطفال، نعم، هنا فقدنا مرحلة مهمة جدا، فترة ذهبية لاكتساب اللغة. نعم. واكتساب المهارات الأخرى. طيب. تفضل. الأشياء أو العلامات اللي أنت ذكرتها هل هي أيضا تنطبق على اللي عندهم نوعية الأسبرغر؟ يعني لأنه أنت قلت أنهم مبدعين وأذكياء، كل مشكلتهم التواصل الاجتماعي، معناه يمكن ما حيكون عندهم تأخر في النطق وما إلى ذلك، ولا برضو عندهم نفس الأعراض؟ الأسبرغر يعني الآن طبعا أصبحنا كلهم نسميهم داخلين ضمن طيف التوحد لكنهم قدرات عالية. الأسبرغر عادة ما يتأخرون في الكلام، يعني نعم، يتكلم وذكي ويتعلم بسرعة. الأهل يلاحظون مثلا يتعلم سواء أكثر من لغة، سواء يتعلم في يعني الأمور الأكاديمية، مبدع، لكنه لا يكون صداقات، لا يلعب مع الأطفال الآخرين، أكثر الوقت يقضي إما أمام يعني أجهزة الكمبيوتر أو في قضاء يعني شيء يتعلمه أو شيء يرغب فيه بشكل منفرد. وتبدأ تظهر أكثر في سن المدرسة السابعة الثامنة التاسعة عندما نتوقع من أن يكون لديه صداقات مثلا في أوقات الفراغ أو كان بأنشطة معينة. ولذلك كثير منهم مثلا لا يشخص مبكرا، لأنه مثلا الأهل لا يلاحظون أن الطفل مثلا يعني لديه مشكلة اجتماعية، مدام أنه يتكلم بشكل يعني علق أمامهم، يعني يتكلم ومبدع وذكي، فغالبا لا يلاحظون المشكلة الأخرى إلا عندما يبدأ يظهر للمجتمع ويعني نعم، يصبح لدينا توقعات أكثر من الناحية الاجتماعية. نعم طبعا. قد مثلا يستغربون الأهل مثلا أن الشخص هذا في عمر المراهقة قد يسأل أسئلة مثلا غير مناسبة في هذا المكان، أو يعلق تعليقات، أو يكون يعني لا يفهم المعنى الاجتماعي والحرج مثلا الذي ينتج عن هذه المواقف. نعم. طيب. فيبدأ الأهل بالاستغراب، حتى بعضهم قد حقيقة يشخص في عمر متأخر. صحيح. احنا يعني بنشكرك على وجودك معنا، داهمنا الوقت. طبعا موضوع التوحد يعني موضوع طويل ومهم، وأكيد لنا عودة له. كان معنا من الرياض الدكتور حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك ومتخصص في التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. شكرا لك.